هذا مو بحصى، هذه سلاحف، هذه نهرية محلية. ويا جماعة أنصحكم في متابعة الفيلم اللي سويناه عنهن، المحليات الموجودة ومناطقهن في الجزيرة العربية وبالسعودية. عندنا أنواع كثيرة. هذه نهرية من أخونا وليد، ما قصر، محلية راح نطلقها في الوادي. بسم الله، والله أزعجتنا، شايف ما شاء الله. طبعا ذكر والأنثى هنا نتوء يصير. شوفوا هذا الراحة، شوفوا معي. بسم الله، يلا روح. هذه أربع نحطهن جنب بعض. شوف يا وليد، راح، شايف؟ هذه واحدة، وهذه شوف. يلا يلا روحا ما شاء الله. طبعا وش تاكل؟ تقتات على الحشائش اللي هنا موجودة، هي أصلا بالوادي. تقتات على الحشائش وعلى الأعشاب، وبعض الأحيان شوف تسوي مثل الطين كذا على أساس تختفي عنك، وتأكل بعض الأسماك الصغيرة، لذلك هي مهمة في التوازن البيئي وتقليل الأسماك، وأيضا تأكل الطحالب والأعشاب اللي تسبب قلة ممشى أو مشي وش اسمها المياه، فلها دور مهم جدا. وأيضا هذه محلية موجودة في الوادي، أجابتها طبعا للزراعة على ما أعتقد، وناس يقولون لا موجودة من قديم، ولكن سوينا فيلم ووضحنا مناطق السلاحف النهرية اللي موجودة في الجزيرة العربية، وأيضا السلاحف البرية اللي موجودة أكثر شيء في منطقة جازان. طبعا عندنا أيضا الآن أسماك نبي نطلقهن. هذه الأسماك، وش اسمه وليد؟ هذه الأسماك الزينة، الحرسين، ها؟ نوعين. نعم نوعين. هذه تولد، شايف؟ هنا أنواع كثيرة. طبعا تكلمت مع حقين الوزارة، وزارة الزراعة المهتمين بالأسماك، فقالوا أهم شيء إذا جيت تطلق لا تطلق أسماك قابلة للأكل كبار. ليش؟ اللي الكبار هذه عشان الأكياس بس ما تروح. طبعا احنا مسودين لان قاعدين نزرع لنا شهر بهالشمس، عسى الله يقبل يا رب. طبعا الاسماك الكبيره بعض الناس ياكلها، وهي مليئه هنا في ماده الرصاص، لان في بعض المزارع يطلقون ياخذون من مثلا من هذه المياه، وايضا بعضهم يصيد اسماك هنا، فيها اسماك بلطي وفيها اسماك كبار، فهذه الأسماك أكثرها مليئة في مادة الرصاص خطيرة، لذلك نطلق أسماك زينة حرسين وغير قابلة للاستهلاك الآدمي. فانتبهوا يا جماعة، أي سمك هنا في وادي حنيفة وغيره لا حد يأكله. جلسنا مع حقين وزارة الزراعة وقلت لهم راح أطلق، قالوا إذا جيت تطلق لا تطلق رجاء أسماك كبار، أطلق أسماك غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وأيضا تزين الوادي. طبعا هنا فيها انواع كثيره من الحرسين. الان نطلقهن على بركه الله. بسم الله، الالوان الجميله الرائعه. مليء بالأسماك، هذه كلها أسماك صغار. الصغار هن اللي يجن، الكبار تلقاها وين؟ بالأعماق من داخل. طول وادي حنيفة في بعض المناطق 8 متر العمق، بالذات سد وادي نمار. الحرسين لها اسم يا أخوي ولا لا؟ تسمى اللي هي الكوبي. الكوبي الحرسين. اها، واكثر اللي يجي الكوبي منين؟ من اي منطقه ملونات؟ هذا نوع البريه. هذا
اخوان اذا خلصت طبعا شوف مكتوب تحذير مياه عميقه جدا خطير اذا خلصتها كيسك واضح وما قصروا حطوا اماكن قمامه كثيره جدا لكن تعاون الناس لان الاكياس لو راحت من داخل الماء مصيبه جدا تبقى وتصير مشاكل كبيره ويموت عدد كبير من الاسماك حتى بالبحر يا اخوان رجاء لا تترك اثر وادي جميل جدا جزاهم الله خير هذه شجره رياع او الرياعه شجره محليه تسمى الزام العربي طبعا يختلف عن الزام الهندي الزام الهندي ثمرته كبيره هذا ثمرته صغيره هذه اهداء الى الاخ وليد وعساها ان شاء الله تبارك يا رب العالمين لانها شجره ممتازه وانصح في زراعتها وتخرج ايضا ثمر يؤكل فاكهه يتسمى بعض الاحيان بالكرز الهندي طبعا فيه نوع منها محلي موجود في الجنوب اسمه العربي الرياع او الرياع موجود ايضا في سلطنة عمان في الامارات في اليمن هذه تستاهلها يا وليد انت عرفت كيف زرعتها ابد وطولها ترى يصير 20 متر وشجره معمره مره رائعه عسى الله يبارك يا رب العالمين تستاهل يا وليد الله يجزاه الجنه وليد قاعد يوزع على العمال بارك الله فيك يا وليد خير 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 سبحان الله ما قصرت نفتخر ايضا بالمتابعين اللي مثلك نخب المجتمع بارك الله فيك يا وليد بارك الله فيك سلحفاة نادرة في المملكة حيث سجلت فقط في عينات في منطقة جازان فقط وهي كبيرة الحجم نسبيا وتتميز بوجود حزوز على صفائح الدرقة أو القفص الدرع الظهري ومنه جاء اسمها الخطم معقوف قليلا على الأطراف الأمامية لها 5 مخالب أما الخلفية فلها 4 مخالب السلحفاة البرية الأخرى السلحفاة جانبية الرقبة وهي تعيش بالجزيرة العربية تعيش في البرك الطينية والجداول المؤقتة تتغذى هذه السلاحف على الجراد والضفادع وأسماك المياه العذبة والقشريات وقد تأكل بعض النباتات يعتقد أن السلاحف البرية كانت واسعة الانتشار في وسط وشمال الجزيرة العربية في أوقات كانت تتوفر فيها التنوع الحيواني والنباتي قبل جفاف المنطقة وأيضا من قبل الصيد الجائر والتسحر محليا بمكريدي وهي سلحفاة صغيرة الحجم لها رأس مثلث صغير وعنق صغير عليه خطوط صفراء وذيل قصير نسبيا للسلحفاة قدرة على إدخال الرأس والأطراف تحت الدرقة للحماية عند تعرضها للخطر تعيش في مياه قنوات الصرف الصحي والعيون في الأحساء والقطيف ووادي حنيفة بالرياض وبعض مناطق المياه في عمان والجزيرة العربية نهرية المعيشة تتغذى على الفقاريات والضفادع والأسماك الصغيرة والقواقع وأيضا تتغذى على الخبز حينما تغمسه بالماء تتعرض سلاحف المياه العذبة للصيد في مناطق انتشارها وتصاد من أجل الأكل والبيع ولكن أهم ما تتعرض له هو تغيير بيئتها الطبيعية ببناء قنوات إسمنتية كما أن القنوات العادية تنظف باستمرار وتزال النباتات مما يؤدي إلى تدمير البيئات التي تفضلها هذه السلاحف كما يوجد بالجزيرة العربية أنواع كثيرة من السلاحف البحرية وهي ليست حديثنا اليوم فموضوعنا اليوم السلاحف البرية هذا الوبر وهذا الصغير اللي فوق دخل حذر جدا وناجح تكاثرة مرة برسيم يابس جاف وشبك قوي مثل ما انتم شايفين خلاص تلال من فوق والشمس تدخله وايضا تضع لك اخشاب على الجوانب مثل ما انتم شايفين مثل كذا وايضا بالوسط والذكر تعزله بعد ما تحمل الاناث على اساس ما يقتلها إلا إذا صار في مكان وسيع ما عندك مشكلة وفي أحجار وفي أخشاب كثيرة وكذا فيه إمكانية لهروب الصغير أيضا في بعضهم يقشع الأنياب حقته حساس ما يقتلهم لكن يفضل إبعاده بعد الحمل صح ولا؟ صح
رمز السلام. شوف ما شاء الله هالزوجة الوفي عند الأنثى. هذا اليمن معروفة قصة أيضا اليمامة في الغار، اللهم صلي عليه وسلم. طبعا زرعين في هذه المحمية البسيطة القشطة، وشوفها ما شاء الله الآن أنتجت، هذه إنتاجها. طبعا جو المحمية عاد رهيب جدا، أظلال على شمس، وتعطي أيضا الحيوانات راحة، لأن الحيوان إذا ارتاح بالمحمية أنتج، وإذا ما ارتاح العكس. لكن قشطة من الأشجار الجميلة الرائعة، تتحمل الحرارة الشديدة، وأيضا تزرع في المناطق الدافئة، حتى في الطائف على أنها باردة تنجح. علمني واحد يقول حتى في مكة المكرمة ناجحة، مكة طبعا الله يشرفها حارة جدا، فإذا نجحت في هذيك المناطق أكيد راح تنجح في مناطق أخرى. طبعا جربناها بالرياض، الآن ما شاء الله مزهرة من أفضل ما يكون، عسى الله يبارك. طبعا زارعينها في الشمس برا صورناها لكم، زارعينهم داخل المحمية صورناها لكم. هذه تجارب، لو ما نجحت عندي ممكن تنجح عند واحد ثاني، لكن بشركم نجحت.